واحد في المضيفه هنا عشان ما اشوفش امه شكلها ايه، عشان ما بشوفش امه شكلها ايه، لان انا عارف ده عندها ايه يعني حاجه تانية. هو بيقول لك الاب ما بيفرقش في الحب، ولكن القلب ليه خطفه زياده في واحد من الاسره، بيبقى في خطفه. فيوسف هو كان الخطفه بتاعت قلبك بتاعت والدته يعني. والدته وانا طيب انا كنت بتظاهر ان انا بزعق معاه وبتخانق وبشتمه وكده على سبيل ايه، وبتضايق انت ضايقتني انت خانقتني، بس من جوايا انا في لمسه حاسه خاصه بيني ما بينه كده.